بسم الله، حياكم مشاهدينا اللي بيتابعونا على قناة روتانا خليجية في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب وفرة شبابية. حنستمتع ننبسط فيها، واليوم أنا مشتي ولميا ما هي مشتية. أرحب فيكم، أمسي عليكم بالخير ومسي على زميلتي لميا. أهلا وسهلا. أكيد أهلين تراد، ومساء النور عليكم، مساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة من برنامج ساعة شباب معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 إلى 5. جميل، عندنا سؤال كالعادة، وسؤالنا اليوم عملي وكل يوم يعني تقريبا بنمر فيه، وهو سؤال بكل بساطة: هل تستخدم البطاقة عشان تدفع ولا تدفع أو أنك تدفع نقدا زي ما هو تحديدا في السؤال موجود؟ في ناس يفضلوا الدفع بالبطاقة، وفي ناس يقول لك لا أنا أحب يكون عندي كاش معين عشان لا أسحب كثير، لأن البطاقة بتخليني والله أصرف فلوس وأنا عندي بجت معين، أحط المبلغ في المحفظة وأصرف على القد. بالعكس، أنا بشوف إنه أغلب الناس بيحاولوا إنهم يستخدموا البطاقة في السحب وفي الدفع إذا بيشتروا أي شيء، لأنها بتكون عندهم أسرع وأسهل، أسهل من إنك تطلع المحفظة من الفلوس وتحاسب على طول بالكريدت، بتحاسب وتمشي، صح ولا لا؟ إيه صحيح، بس أنا أعتقد إنه أفضل شيء لو استخدمنا البطاقة في الضرورة جدا، يعني في أوقات الضرورة تحديدا، عشان يعني لا نصرف كثير، لأنه لو قعدنا كل شيء نصرف ما هندري قديش الشهر حيروح طول الوقت، في النهاية تشوف الكريدت فاضي ولا الميزانية تروح، فين راحت الفلوس؟ عارف الميزانية طبعا حتفلح هنا. عشان كده احنا اخذنا اجوبتكم من خلال هاشتاج ساعة شباب، ونشوف اول الاجابات معكم في تويتر. اول الاجابات جواهر الغامدي تقول استخدم البطاقة للدفع، اشوف انه افضل واسرع، ومرات ما يكون عند المحاسب صرف، وغير انه بالنقد اصرف اكثر والفلوس تطير. هذه عكس وجهة نظرك يا تراد. تمام. المهاوي تقول له هو صراحة حاسب أحيانا أن بنزل ببالغ في الأشياء، يكون ما عندي كاش فادفع بالبطاقة، بس هو الأحسن كاش طبعا أصرف لي أو أصرف لي. ولانا العنزة تقول كلها نفس الشيء، ما فرقت معي، أهم شيء أشتري. عجبتيني يا ويلان. شكرا. طيب سوسو يقول الدفع النقدي، لأنه في ناس ما يتوفر عندهم بطاقة صراف، فالأسهل الدفع نقدا. بيش العنزة تقول أفضل أدفع نقدا لأن بطاقة الصراف مشوار. أما مشوار ما من يعرف تنزل وخلاص. كان اسمي لبنى، علشان مرة انسرقت فلوسي قررت استخدم بطاقة الصراف، أمن وأمان والحكم شرع الله. طيب الله يعوضك يا لبنى. سوزان تقول احنا في الجزائر ما عندنا البطاقة، تحياتي لإكتراد ولمياء، وطبعا ريما لما أشوفكم تعطوني طاقة إيجابية واصلوا اكيد، وليك كمان تحياتنا لك اكيد عشانكم. يا سوزان دائما مواصلين عشانكم. رتاج تقول الصرافة مخصصة للدفع مشترياتي من النت فقط، اما الباقي فكاش بعد ما اكاسر في السعر. تعجبني ريتاج. تعجبني ممكن. البنت اللي تكاسر في السعر قبل ما تشتري اي حاجه. كان يقول لك البراندات لها اسعارها. اكيد طبعا. ورده الجوري تقول الدفع نقدا وعلى حسب المكان اللي انا فيه. احمد فخرجي طبعا افضل عندي ادفع نقدا، بس احيانا اكون مضطر ادفع ببطاقه الصراف اذا كنت في المولات. وتحياتي لتراد لمية والكابتن ريما، يا هلا وسهلا، حياكم احمد. نبراس تقول افضل الدفع نقدا اضمن بالنسبه لي. من اي ناحيه اضمن لك يا نبراس؟ يعني عشان لا تنسرق. مرام تقول النقد طبعا لان البطاقه بطاقه الصراف مشوار واطول بالدفع، النقد ادفع على طول وامشي. اوكي كاش على السريع. بوح شعوله تقول افضل استخدام الاثنين، لكن غالبا ما استخدم نقدا، يعني على حسب المولات او المحلات. كلنا على حسب المولات والمحلات. جود افضل عندي ادفع نقدا، بس ما قالت ليش، وستريت فيس زعلانه. استخدم الاثنين بس افضل الصراف. هذه يعطيك العافيه. طيب صدى الصمت النقد افضل واضمن. افضل واضمن، سبحان الله اختلفت وجهات النظر. أسمى تقول أفضل أدفع نقداً أحسن. طيب أحسن ليش؟ طيب موني تقول أستخدم بطاقة الصراف، أدفع نقداً أحس فيها قروشة. وتحياتي لكم. ولا قروشة ولا شيء يا موني. إحنا طبعاً قلنا أو يعني طرحنا في البداية إنه في ناس كذا وناس كذا، ما هي وجهات نظرنا، لكن هي في الأخير خلينا نقول طب يعني كل واحد وطريقته. لكن لما تيجي تطلع برا تلاقي في أماكن في دول الصراف في كل مكان، حتى في التاكسي لما تركب التاكسي تلاقي صراف عندهم. صحيح. عندهم اسهل، لكن احنا نحتاج ان احنا
فلوسنا ما تنسرق ونحافظ عليها، حصنوا نفسكم بس اهم شيء. في النهايه تراد اختلفت وجهات النظر طبعا. ونحن اليوم عندنا تقرير جميل طبعا. اليوم تحتفل دوله الامارات العربيه المتحده بالذكرى ال 44 للاتحاد، ونحن نقول لهم اكيد نوجه لهم ارق واجمل التحيه والتهاني، ودام عزك يا الامارات. يعطيك العافيه. طبعا التحيه الخالصه من كل السعوديين لكل الإماراتيين بقصيدة من أشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد. نشوف هذه القصيدة سوا، نسمعها ونرجع من جديد. يا الإمارات القصايد معجزة شاعرها زايد، صاغها بنبضة وروحه وبعمل مضني وكايد، لين وصلها الثريا لين لبسها القلايد، عل ربي ينير قبره من هنا ليوم الشدايد، وعلها مخلد ومرضي في نعيم ما هو بايد، ان رحل زايد فباقي ذكره في اسد فرايد، في خليفه في محمد وقاده من نسل قايد، علكم في عز دايم والأمن والخير سايد، يا الإمارات الحبيبة ماني بطبعي محايد، طبعي سعودي حقيقي يرجي لربعه فوايد، طبعي سعودي سعودي مالي في نصب المكايد، والسعودي دوم صادق في القديم وفي الجدايد، والسعودي دوم وافي الخير ربعه دوم رايد، والسعودي دوم ثابت ما تغيرها الكوايد، وماني اللي يقول شعره لجل تنشرها الجرايد، قلت من صادق شعوري يا الإمارات القصايد، علها تدوم المحبة علها تورث عوايد، بين أرض أكرم قيادة وارض أبونا الشيخ زايد. طبعا هذه كانت قصيدة من أشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وأكيد كل التحية، ونقول لهم أخواننا الإماراتيين وأخواتنا الإماراتيين أكيد كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم الوطني 44، خالص التحية اللي حكام وشعب الإمارات بهذه المناسبة، يعطيكم العافية وإن شاء الله يدوم عزكم، وعشان برضو نكون معاكم دائما أبدا مستمرين، اليوم في ساعة شباب حبينا نشارككم شخصية جدا مميزة وخلينا نقول أيقونة في عند لدى الإمارات وشعب الإماراتي تحديد، وأيضا هو الشخصية هذه هي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشيخ فزاع. خلونا نتابع سوا في هذا التقرير. إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع. إماراتي فارس العائلة الحاكمة الإماراتية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمعروف باسم الأمير فزاع على مواقع التواصل الاجتماعي. وفزاع تمثل هويته وشخصيته الشعرية، والكلمة تعني باللهجة الإماراتية الشخص الذي يبادر لمساعدة الآخرين ومساندتهم ولقد كان، فهو رمز ومثال يحتذى به لكل الشباب الإماراتيين والخليجيين بشكل عام. له الكثير من النشاطات الرياضية والأدبية والثقافية. تخرج الشيخ حمدان من الكلية العسكرية سانتهيرست وتعلم فيها قيم الانضباط والمسؤولية والالتزام، وهي قيم حيوية يحتاجها الإنسان في حياته العملية والخاصة إذا كانت تترتب عليها مسؤوليات كبيرة. كما أنه نشأ في عائلة تعشق الفروسية، ولهذا فإنه يرتبط ارتباطا قويا برياضة الفروسية، كما أنه يهوى الغوص حيث يقوم بالغوص في مياه الخليج العربي وبالتحديد في إمارة الفجيرة وكذلك في سلطنة عمان، وله مغامرات عديدة فوق السحب وتحت المياه بين الغابات ووسط الحشود، وهو دائم لتوثيقها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو شاب مغامر ويعشق كل جديد.
طبعا كانت معنا في التقرير الشخصية المتميزة الشبابية اللي حبينا نشارككم فيها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وهو الشيخ فزاع. يعطيكم العافية. نقول لدولة الإمارات شعبنا حق خامن كل عام وانتم بخير بهذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني 44. دائما إن شاء الله نتمنى لكم السعادة والاستقرار دوما وأبدا. يعطيكم العافية. وبكذا مشاهدينا مكملين بفقراتنا، لكن فاصل قصير وراجعين. حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة تكنولوجيا وتواصل. وفقرة تكنولوجيا وتواصل معانا ضيوف تميزوا في استخدام التكنولوجيا وطوعوا هذا الاستخدام لخدمة المجتمع وهدف سامي كمان يستحقوا الجهد المجهود اللي بذلوه عليه. المشروع بكل بساطة هو طبعا خلينا أقول لكم موقع إلكتروني اسمه نادي رعاية، يختص بذوي الاحتياجات الخاصة، في تفاصيل كثير بتساعدهم وراح نتعرف أكثر من خلال هذا اللقاء مع ضيوفنا اللي مشرفين اليوم. نورة سوليك مسؤولة محتوى موقع رعاية، وأيضا أمل الصومالي قائدة فريق نادي رعاية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيف تشرفتونا اليوم في الاستديو؟ حياكم في أجواء جميلة يعني كمان شكرا. يعني أهلاً يومكم إن شاء الله شكرا. بإذن الله جميل لجميع المشاهدين. طيب هذا الموقع، أو بداية نبي نعرف عن نادي رعاية من فين بدأت الفكرة قبل ما ندخل في موضوع الموقع. أول أمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولاً حابة أشكركم مرة على استضافتكم لينا، هذا واجبنا. فأولاً أنا أمل الصومالي قائدة فريق نادي رعاية، نورة سوليك مسؤولة المحتوى، في كمان غيرنا 11 بنت أو 12 بنت شاركوا في المشروع هذا، كلنا طالبات ماجستير في برنامج MBA في جامعة الأعمال والتكنولوجيا. كان عندنا مادة اسمها Data Base Management System مع الدكتور علي سمية أستاذ محاضر في جامعة أعمال التكنولوجيا. دكتور علي درسني أكيد طبعا جامعة UBT، وفي نفس الوقت هو رئيس قسم رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية. فلما جينا نتكلم عن المشروع للمادة طبعا تكلمنا عن مواضيع مختلفة، وكان عجبنا من ضمن المواضيع موضوع اقترح الدكتور وهو كان عبارة عن نادي رعاية. فمن هنا بدأت الفكرة يعني من الجامعة. خلينا بدأت الفكرة من الجامعة، جامعة العمل والتكنولوجيا. هي بس دائما ذكرنا دكتور علي سمية بوجه له تحية خاصة، لأنه فعلا حتى في دفعتنا سابقا كان حقيقي بيدعم كل الأفكار وكان بيساعدنا. وجه له خالص التحية. يعطيك العافية دكتور علي. جميل. طيب نورة، يعني نادي رعاية بيقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، إيش الخدمات اللي بتقدم لهذه الفئة؟ ولا مرحبا بك يا استاذه لمياء، وشكرا لاستضافتنا على شباب ساعه مع شباب. وبالنسبه لموقعنا الرعايه، فيوجد هناك التسوق في كل الاجهزه حقت الاحتياجات الخاصه حقون ذوي الاحتياجات. فموجود هناك الكراسي والمصاعد الداخليه والمصاعد الخارجيه. عفوا هذا فين نورة؟ في موقعنا، في الموقع موجود في صفحة التسوق. جميل. أيوة في كل أجهزة ذوي الاحتياجات بالإضافة إلى الخدمات المتاحة. خدمات طبية متاحة. من علاج، وفي أشعة. وعلاج طبيعي وأشعة. ما شاء الله من كثرتها نسيت الموجودة. والله استاذ اراد هم سبع صفحات عشان كذا ما شاء الله تبارك الله في موقعنا سبع صفحات عشان كذا. انت شغال على المحتوى كله الان بكل تفاصيله والمجموعات اللي وزميلاتي غيداء عيسيلان ولا الحازمي. طيب جميل. احنا اشتغلنا. انا بسالك امل، بما انك قائده لهذا النادي او هذا الموقع تحديدا، ايش اكثر اللي يميز موقع النادي عن بقيه الجهات او المواقع الموجوده اللي ممكن بتقدم نفس الفئات نفس الخدمات لفئه ذوي الاحتياجات الخاصه؟ اولا ممكن اقول انه الموقع حقنا اول شيء حيكون مدعم باللغه العربيه والانجليزيه. حلو. ثاني شيء انه في صفحه من ضمن المحاور او الصفحات الموجوده في الموقع صفحه التسوق. التسوق هذه مو بس فيها الاجهزه والادوات الطبيه اللي يحتاجوها ذوي الاحتياجات الخاصه والكبار في السن، كمان حيكون في زي ما قلت علاج طبيعي، حيكون في اشعه، حيكون في كمان خصومات مقدمه من مركز الصياد لجراحه العظام.
والعمود الفقري. في اوفرز يعني مخصصه لكم بس موقعكم؟ مخصصه لنا، يعني اي احد يجي من عندنا يشتري اي اجهزه او ادوات من عندنا او الخدمات العلاجيه حيطلع له كوبون فيروح للاماكن هذه وان شاء الله باذن الله حيعطوا له الخصومات والعروض هذه. انا تحمست ادخل اعرف ايش ايش الديل اللي سويتوه ما شاء الله بالضبط. عشان وصلتوا لهذه التكوين الجيده بالضبط. اللي ذوي احتياجات خاصه طبعا الفئه الاغلى على قلوبنا، يعطيكم العافيه حقيقه. الله يعافيكم. بالاضافه للشيء اللي يميز انه ان شاء الله باذن الله اي قطعه او اي عروض علاجيه تباع من عندنا حناخذ عليها تبرعات من الموردين هذولي والتبرعات هذه ان شاء الله باذن الله اتفقنا مع جمعيه زمزم على اساس ان التبرعات هذه تكون مخصصه لذوي الاحتياجات فيعني جيف اند تيك. طبعا هذا قسم مختلف تماما على الاقسام الموجوده في هذه. ايوه مختلف. هذه طبعا بيننا وبين هذا احنا ارسلنا لهم عقود وقعوها على اساس انه يكون كل شيء رسمي ما شاء الله. وما شاء الله كثير منهم يعني تعاونوا معنا. عددكم كلكم ما شاء الله. احنا 14 طالبه. والله كفو. 14 طالبه. والله كفو. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. حقيقي يعطيكم العافيه نوره. طيب يعني من خلال التواصل الالكتروني اللي كثير اختصر لكم الكثير من المسافات انكم توصلوا لجميع الفئات نقدر نقول بصفه عامه، طيب الى اي مدى خدمكم هذا الامر؟ نحن تعرف يا أستاذ لما نحن عايشين في عالم التكنولوجيا وكل شيء صار ديجيتال وهذا، فهذا اللي شجعنا إنه نحن نسوي أول موقع إلكتروني ونادي لذوي الاحتياجات. فبالنسبة لي أيوة بالنسبة لي يعني هذا الشيء حيخلي إنه كل شيء نحاول بقدر الامكان نخلي العالم كله يجي لذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن، يعني يجوهم لين عند البيت لانه كل شيء عباره هو على بعد ضغطه زر الان. زمن السرعه ما حد يستنى يعني كل شيء بسرعه بسرعه. طب امل كيف تقدروا انكم تطوروا في هذا الموقع؟ اوكي في طبعا دحين لانه هذا مشروع فطبعا اكيد انه في مده زمنيه معينه انه المشروع يتسلم، لكن طبيعي ان شاء الله في اشياء كثيره وافكار حنحاول نطبقها في المشروع. من ضمن يعني احنا حابين انه ان شاء الله باذن الله تكون آلية الدفع عن طريق موقعنا باذن الله على شويه قدام، زائد انه ان شاء الله حنتعامل مع شركات توصيل بحيث انه احنا نكون مسؤولين عن توصيل اي الاجهزه هذه من الممولين الى بيت ذوي الاحتياجات باذن الله. جميل. يعني حلو. فهذا ايوه للان لسه ما تطرقنا للخطوه هذه، فان شاء الله باذن الله كده على قدام باذن الله بعد التدشين. باذن الله بعد التدشين. طبعا التدشين هو حيكون يوم 8 ديسمبر باذن الله. انا بنعرف بس ايش ابرز الاستعدادات اللي بديتوا تعملوها عشان تبداوا تدشين هذا الموقف يا امل؟ يعني تقدر تقول انه طبعا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نتواصل مع كل الاشخاص، يعني مع الجمعيات مع المراكز، رسلنا عملنا البروشورات الكاردز الاونلاين انفيتيشنز، يعني على اساس انه كان هدفنا في البداية إنه تدشين الرسمي لموقع نادي رعاية يكون في اليوم العالمي للإعاقة اللي هو يوم الخميس بكرة. أوكي. بس سبحان الله بسبب التعارض في الجداول وصعوبة الأمر احنا اجلنا للاسبوع الجاي يوم الثلاثاء حيكون في الجامعه حقتنا. طب هذا بالنسبه لك كقائده امل انك انت وزعتي هذه المهام، طب بالنسبه لكم كمحتوى يا نوره ايش ابرز الاستعدادات اللي سويتوها في محتوى الموقع؟ هو بالنسبه للموقع احنا تواصلنا مع الممولين وتاكدنا انه لما ذوي الاحتياجات يشتروا من عندنا وتوصلهم الكوبونات فيصل لهم الخصم. حلو. فهذا التنسيق انتم عملتوه؟ ايوه تنسيق بين المحتوى. يس ايوه. حلو. في اي شيء ثاني ولا هذه ابرز الاشياء اللي عملتوها؟ لا هذه هي هذه ابرز شيء. جميل جدا. جميل. امل مين اكثر الداعمين اللي شجعوكم وكانوا معاكم على طول؟ اوكي من جد هذول الناس انا لازم اذكرهم لانه طبعا الجامعه جامعه الاعمال والتكنولوجيا الدكتور علي السميه كان ما شاء الله مجهوده جدا رائع وجبار. انا اشهد والله كان اللي بيوجهنا فهذا شيء. وثاني شيء بالنسبه للممولين مؤسسة لؤلؤة الثغر الطبية، مؤسسة خالد الحمدان الطبية والأجهزة الطبية. كانت بتمولكم أجهزة؟ يس
كانت بتمول لنا أجهزة بالإضافة إلى مركز الدكتور مركز الصياد لجراحة العظام والعمود الفقري. هذول كمان عاملين عندهم ديل بالأوفرز. yes. أيوة. بالأوفرز اللي هو للعلاج الطبيعي للأشعة وكمان كشف خصم على الكشوفات. بس لازم يجوا عن طريقنا, يعني يطبعوا يخشوا الموقع حقنا يسجلوا فيه يطبعوا الكوبونات يروح عند الأماكن هذه وإن شاء الله بإذن الله حيجيهم شيء يرضيهم بإذن الله. طيب أنا بسأل نرجع لورا شوية بس قبل الموقع قبل المادة قبل كل شيء, هل كنت تتوقعوا نورة وأمل أبو كل واحدة التصور لكل واحدة فيكم, هل كنت تتوقع بداية أنا أبدأ أسألك أنه في توصلوا لهذا النجاح وأنه يصير في تدشين, هل كنت تتوقع هذا الشيء؟ والله صراحة ما كنت أتوقع, بس بالدعم من دكتور علي ومن كله الحمد لله ومن دعم من الممولين والله الحمد لله وصلنا لهذا الوضع. وبالنسبة لك يا أمل توقعتي ولا؟ لا أبدا صراحة ما توقعت إنه ما شاء الله نوصل لهنا, بالعكس أنا جدا جدا مبسوطة وراضية وإن شاء الله بإذن الله من أعلى الأعلى بإذن الله لمن يعني نطور في الموقع بإذن الله. بس حاب إن أنا أقول كلمة. أكيد تفضلي. أيوة دحين إحنا حابين الموقع ده يستمر ويصير أكبر يعني أكبر بإذن أكيد. الله يعني إنه مو مجرد يكون مشروع لمادة يسلم وخلاص ذات سيت. فحاليا ألاء الحازمي وغيداء عسيلان وأنا طبعا ثلاثتنا تخصصنا كمبيوتر ساينس, إحنا يعني بنقول إنه مو مشكلة إحنا حنتكفل بالموقع إنه إحنا نستلمه, لكن في نفس الوقت حابين إنه يكون في أحد يدعمنا يعني ممكن يمسك الموقع أو يدعمنا ماديا ومعنويا وإعلاميا يعني لأنه بجد يعني عندنا أفكار حلوة وعندنا طاقات إحنا حابين إن إحنا عن نفسنا جاهزين دائما في ساعة شباب حقيقي مو عشان قدام كاميرا. أي بادرات شبابية أو إنجازات حياكم الله, البيت بيتكم, ما نقول بحث البيت بيتكم, جلسة جلستكم إن شاء الله. بالعكس مرحبين بأي أفكار بأي مواهب حتى لو تفرعت من هذا الموقع, وأنا متأكد بعد بعد الأمر اللي تميتوه أنا متأكد إنه في تطور كبير واسع يصير في هذا الأمر. شكرا لك أمل صومالي قائدة فريق نادي رعاية وأيضا نورة سوليك شرفتينا مسؤولة محتوى موقع رعاية. يا هلا وسهلا. شكرا لكم أكيد النجاح والتفوق الدائم. وبكذا مشاهدينا انتهت فقرتنا, حنروح فاصل سريع ونرجع لأخبار ومنوعات. كم مرة ايش ما هي مرة واحدة تفرق. يلا وصلنا معاكم بفقرة الأخبار من برنامج ساعة شباب وبنبدأ معاكم أنا وزميلي طراد في الأخبار المنوعة. ببدأ معاك طراد اليوم في بلد, لكن هالبلد غير عن أي بلد في العالم. البلدة هذه في أمريكا في ولاية ساوث داكوتا, لكن ما يسكنها ولا إنسان, ما يسكنونها إلا الجنانوة أو يسمونها أو لقبت بهاللقب لأنها خالية من السكان اللي كان يسكنوها 40 شخص في زمن الأربعينات أو في فترة الأربعينات قبل القرن اللي راح. عرضوا هالبلد البلدة هذه اللي اسمها بلدة سويت للبيع, وكانت بمبلغ صراحة ما يسوى, يعني أنت تقول أنا شريت بلدة $250,000 بس. هم قد عرضوا هالبلدة قبل أو في عام 2014 ولقت اهتمام من داخل الولايات أو المشترين من داخل الولايات المتحدة ومن خارجها, وجاهم عرض كمان من شركة إنتاج سينمائية روسية كانت تبي تصور فيلم في هالبلدة. لكن اللي صار إن العروض يعني يمكن ما جازت للي موجودين أو المشترين, وبالتالي اضطروا أنهم يخففون قيمة البلدة ل $250,000 فقط لا غير, واستغلوها للبيع في موسم العطلات اللي هي فترة التسويق لبيع البلدة اللي مساحتها 6 فندق وفيها مطعم وبيت فيه 3 غرف ومحل إطارات كان سابق كمان في تفاصيل يعني فيها أي شغلات كذا بسيطة أشباح بس يعني في النهاية أشباح. يلا تزود ولا تأخذها عن أنا دام إنها أشباح أشباح أصحابي. شوف 250 خوياني كذا كذا يعني أنا وهم وروح استانس أنت وياهم كنت ألعب مع الجنان واستانس أنت جزاك الله خير ما لقيت إلا هناك. عموما إحنا بعيدا عن مدن الأشباح حننتقل إلى الإنستغرام, وإنستغرام سوى ميزة جديدة
أخيرا في حسابه. الميزة هذه موجودة في تويتر، هي إدارة عدة حسابات من نفس التطبيق. الآن إنستغرام بتمكنك إنك تدير عدة حسابات، إذا عندك كذا حساب سواء واحد للعمل وواحد شخصي وغيره، تدير هذه الحسابات من خلال تطبيق إنستغرام. مجموعة راح أو عفوا يعني ميزة راح يستفيدوا منها من خلال تطبيق تحديدا الأندرويد. طبعا هذه الميزة اختبرها عدد من محدودين المستخدمين من الوقت الراهن الآن اللي حاصل، وتحديدا حتكون في نسخة الإصدار 7.12.0، هذه النسخة اللي راح تكون المتوقع اللي راح تكون متاحة لأي شخص على نسخة إنستغرام التجريبية على منصة الأندرويد. كثير منهم جربوها ويعني استمتعوا بهذا الأوبشن الجديد أو الميزة الجديدة. طيب من الانستغرام والسوشيال ميديا وننطلق لعام 1977 خلال فترة الدكتاتورية العسكرية في الأرجنتين، اختفى طفل من أمه لأنها كانت في السجن ولمدة عامين حكم عليها، وأخذها الطفل منها الجيش الأرجنتيني وحطوه عند عائلة تبنتها الطفل. الطفل هذا الحين صار عمره 38 سنة، وقعد فترة 8 سنوات يدور على الوالدة وعلى أمه. في هالفترة استخدم الدي ان اي على أساس أنه يساعده فين مكان أمه، وبالتالي لقى الأم. لكن كانت بداية رحلتها في عام 2007 بمساعدة منظمة معنية بحقوق الإنسان، وأكدت المنظمة أن هذا الرجل يعد الطفل 119 اللي لم شمله مع أمه. 119 والله، بس كيف بالدي ان اي قاعد يفر 8 سنوات يعني. الرغبة والشغف أكيد حيخليه يوصل لهذا الموضوع، وبرضه لرغبة وشغف، وخبر جدا جميل يفرح يفتح النفس ويفرح والواحد يفخر به. لطالبة تجاوزت الطالبة السعودية وديعة الويم حاجز إعاقتها بالصم، إلى أنها الآن فازت بجائزة الشيخة لطيفة آل مكتوم. طبعا إلى أن استحقت أنها تلتحق بالجامعة، فازت بالمركز الثالث في هذه الجائزة، جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم للبحوث الدينية الخاصة بإبداعات الطفولة. وقدمت وديعة بحث عدته تحديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاة والسلام. وأكيد طبعا والدة وديعة كانت فخورة جدا بهذا الأمر، ووديعة طبعا حاصلة على شهادة ثانوية من مدارس الأمل. قالت بكلمة سريعة: بنتي فشلت في الالتحاق بالجامعة بحجة الصم اللي بتعاني منه، وحصولها على المركز الثالث هذا في جائزة الشيخة لطيفة أكبر رد على من وقف وجهها سابقا. دائما never too late، ولا شيء مستحيل. وإحنا فخورين فيك بعد يا وديعة، وإن شاء الله نشوفك من أعلى إلى أعلى. وننتقل إلى مبادرة أمانة محافظة جدة في حفظ النعمة. وزعت الإدارة العامة للنظافة والمرادم نحو 900 حاوية لحفظ النعمة لمنتجات المخابز. حلو حلو. وزعوها على نطاق 9 عقود لشركات النظافة بمحافظة جدة، وتشمل 14 بلدية فرعية. الهدف من هالمبادرة أن يحفظون النعمة ويصير فيها إعادة استخدام، ويتم استفادة منها من خلال توزيعها على أسواق النفع العام في محافظة جدة، ويسهم في تقليص كمية المواد الغذائية الواردة إلى مردم النفايات. ويذكر كمان أن أمانة محافظة جدة ممثلة في قطاع البلديات الفرعية سبق أنها أعلنت عن مبادرة لحفظ النعمة تم توجيهها إلزاما بجميع المطاعم أو المطابخ وقاعات المناسبات في محافظة جدة، بالتعاون مع فائض أو التعامل مع فائض الأطعمة بطريقة لائقة وحضارية تتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف في حفظ النعمة. هذا اللي كنا نحتاجه، إلزام المطاعم والمطابخ بأنها يكون عندها هذا الأمر، لأنه هذا كمان طرد اللي ألزمنا عليه الكتاب المنزل من الله. تعرف ليش؟ طبعا هذا ونعم بالله اللي المفروض ان احنا نتبع منه التعاليم. هذا الشيء يعتبر يمكن في ناس نشوفها كثير ما تلاقي حق لقمة اليوم، واحنا للاسف يمكن بعض من الناس اللي عندهم الاسراف الغير محبذ. نتمنى ان كل واحد يعرف ان النعمة زوالة. في ناس كثير وفي افعال ايجابية فردية هي اللي ممكن ما تنشاف ولا تنعرف، لكن الان بعد ما كثير والله شخصيا اعرف محلات ومطابخ كانوا يرفضوا، يقول لك ما نبغى، احنا نبغى اكل جديد.
فالان الجامعة هذا حي محافظة جدة صراحة نعم. على هالموضوع نعم. عندك خبر؟ خلاص خبرين نفصل خبرية عموما لا تروحون بعيد لسه باقي الكثير في برنامج ساعة شباب مع لميا وتراد بعد شوي. حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا لأجمل الفقرات في برنامج ساعة شباب مع الألحان والكلام والطرب في سلطنة. ضيفنا اليوم فنان أطلق أول أغنية له على اليوتيوب اسمها ما نسيتك، وراح نتعرف على الأغنية ونتعرف على فنانا أكيد حسن العيدروسي. أهلا وسهلا، مشرفنا حسن، كيف أمورك؟ الحمد لله إن شاء الله طيب. الحمد لله طيب. ما نسيتك لها وقتها، بس خلينا نبدأ أول شيء بسؤال لما نعرف أول عمل أطلقتها كانت بعنوان ما نسيتك، بس لما نعرف بداية، حدثنا بداية هذا العمل، ما نتكلم على الكليب اللي سويته واللي ظهر. بداية هذا العمل كان من كلمات الشاعر صدى والحان الفنان فيصل الفهد وتوزيع أخوي عمر بن إسماعيل، وسوينا هذا العمل ونزلناه على اليوتيوب. أخذته قديش فيه؟ أخذنا فترة طويلة، 6 شهور. أوه 6 شهور أي. ما شاء الله تبارك الله. طب جميل حسن، إيش الدوافع؟ أكيد لكل فنان أو مبدع دوافع تقدر تساعده أنه ينطلق في إبداعه، فإيش الدوافع اللي خلتك تستمر في الإبداع؟ الدوافع هي البيئة اللي أنا قاعد فيها، أصحابي كلهم فنانين وأهلي، فخلوني أتشجع أني أروح للفن. إيش حتسمعنا؟ كان أسمعكم أغنية ما نسيتك إن شاء الله. طيب جاهز؟ جاهز. طبعا انا عبد الله بساعد هنا على الاورج. طيب قبل لسه ما جهز، طب قبل ما يجهز بس خليني اسالك بس، الدعم كان هو جدا مهم في اي وقت وفي اي مكان، هذا شيء مفروغ منه، بس يعني هل لقيته على طول ولا لقيت فيه يعني خليني اقول لك معليش اقول لك لا بلاش هذا المجال، بلاش تبدا تغني في مجالات ثانيه، هل حصل ذا الموضوع معك؟ لا والله لسه ما حصل. كانوا داعمين عائله فنيه؟ اي كلهم العائله كلهم. طب بالنسبه للناس اللي حولك اصحابك ايش كانوا؟ اكيد بيشجعوني ويدعموني كلهم. وكيف كان طريقه دعمهم؟ هل كانت بس في يعني بكلام ولا كان في طرق ثانيه يعني؟ كله بالكلام والجلسات اللي بنسويها، يلا غني واطلع ولقيت نفسك اكثر تحمست لهذه الفكره. اكيد حلو جميل جدا. طيب وقت ما تجهز يا عبد الله بس قول لنا. طيب يعطيك العافيه. طب جميل حسن، يعني كثير من الشباب حاولوا انهم يتوجهوا لبرامج الهواء عشان يقدروا انهم ينتشروا بصوره اسرع، ما فكرت انك تروح لهذه البرامج وتشارك فيها؟ اكيد فكرت انه هذا البرامج هذه تشجع الواحد للبرنامج، يعني تجي شهره وتجي اشياء كثيره يعني. طيب عشان لا نضيع الوقت اكثر حنرجع لنقطه البرامج هذه، كثير في اسئله حنسمع نبدا. عبد الله باسعد طولت علي قطيت يعطيك العافيه. عبد الله العازف على الاورج معنا اليوم شرفنا، يلا نبدا ما نسيتك نسمعها. ما نسيتك من عرفتك ما لقيتك، لما شفتك مثل الأول يا حبيبي مذكرني، يوم عفتك من متى وانت تعاني، راحت أيامك أماني من متى وانت تشوف اني بسبابك اعاني. اخي بس عشان تسمعوا على اليوتيوب. طيب انا لسه بدي اقول لك اسمعوا على اليوتيوب ما نسيتك تلاقوها، لو انا جاي ترى قاعد ادندن عليه عشان كذا ابغى اسمع المقطع كامل طبعا بالتوزيع بالالات شيء ثاني. طب اللي بنعرف الاغنيه من كلمات والحان وتوزيع مين؟ كلمات الشاعر صدى، الحان الفنان فيصل الفهد، توزيع اخوي عمر بن اسماعيل المبدع طبعا، يعني عائله موهوبه. طيب عمليه اختيار الكلمات والحان يعني فعلا دائما احنا نسال ضيوفنا حتى لما تركز على هذا الشيء، لانه دائما الواحد ياخذ وقت فيها عشان يعني يختار الكلمات يختار الالحان، هل هي مناسبه مع بعض ولا لا، بس انت ايش الاسس اللي بتعتمدها والالوان اللي بتختارها حسن؟ هو انا اختار الكلام الحلو طبعا مع اللحن. ايوه
اللي يوصل للناس ويعجبهم يعني. هذا اهم شيء يعني. يعني اول اغنيه تقول لي 6 شهور ما نسيتك. ايوه وقت لانه اول سنجل كان اول سنجل اوكي فاخذنا وقت فيها و... فتعتقد بعد كده عشان تمسك بين لحن أغنية او كلمات عفوا قديش ممكن تاخذ؟ اقل ان شاء الله. ان شاء الله تعلمنا الحين. حلو حلو. دائما احنا بنشوف حسن انه اكثر الموهوبين في الغناء دائما بيحاولوا انهم يغنوا ويعزفوا، هل انت بتعزف على آلات ولا مكتفي بالغناء؟ لا ما اعزف آلة بس بحاول يعني بتعلم. ايش اكثر آلة شدتك تحاول انك تتعلمها؟ البيانو اكيد. حلو اكيد البيانو. اي لازم عبد الله الان عبد الله لازم تستلمه كده كورس طويل وتعطيه يعني الله. هذه بادره من عبد الله. طيب نسمع شيء ثاني ايش رايك؟ اوكي ايش راح نسمع؟ نسمع تقول لي اوكي العالم. بس نبي نسمع. طيب تحدى العالم. العالم اوه الله وانا بين ايديك تهتف مكاني ونسيت معاك عمري وزماني والوقت فات وياك ثواني قربني ليك سيبني أعيش إحساسي بيك بتحدى العالم كله وأنا وياك وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك الله الله ما شاء الله الإحساس وال يعني ما شاء الله عندك يعني خامة مميزة وإحساسك جدا عالي حبيب. ما بين المدارس الطربية والفن الأصيل لمدارس أيضا أخرى مدارس الأغنية السريعة الإيقاعية اللي صارت الآن دارجة جدا كثير. أبغى أعرف إيش أكثر شيء تميل له حسن؟ شيء أمين له الكلاسيك طبعاً والأغاني الطربية طبعاً. بس خلينا نقول بعيداً عن الفن لحالك أنت تحب تدندن على إيش؟ على الشيء سريع ولا؟ لا طبعاً الطربي على الشيء الكلاسيك. الكلاسيكية حلو. طب هل فكرت في أعمال قادمة إن شاء الله ممكن تنزل على السوق مو بس يوتيوب؟ إن شاء الله إحنا نقول إن شاء الله نفكر يعني. في يعني عمل جديد دحين بتفكر فيه؟ أيوة عندي عملين إن شاء الله. عملين حلو حتنزلها يوتيوب ولا السوق يوتيوب ممكن تنزل؟ تقطع علينا برضو تتأخر علينا في 6 شهور خلاص تحمل. لا إن شاء الله أقل. أنا عارف إن 6 شهور تقول الأغنية جاء بس الحمد لله نزلت على خير. المرة الجاية إن شاء الله تكون أقل ونستضيفك في في ساعة شباب عشان نسمع الأغاني الثانية. وما أعرف إذا كانوا الآن على السوشيال ميديا بيقولوا إنه ممكن يتواصلوا معاكم معانا عفوا في هاشتاج ساعة شباب. اكتب أغنية ما نسيتك في اليوتيوب عشان تقدروا تسمعوها. برضو إيميل البرنامج الآن ظاهر على الشاشة. في أغنية لم يتب تسمع اليوم. أنا أبغى أسمع إيش إيه. حتسمعني كمان؟ سمعك والله أحتاجك أنا الأحلام والله. حلو. والله أحتاجك أنا خليك جنبي قريب وإن حصل شيء بيننا عن حياتي لا تغيب أنا من بعدك أتوه وعالمي بعدك يضيء أنا من بعدك أتوه وعلمي بعدك يضيع تختلف عن الأجور والعدو يصبح صديق تختلف عن الأجور والعدو
ويصبح صديق. الله الله. طبعا احنا كده وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وكان يعني ختامها مسك مع الفنان حسن العيدروس. شرفت الحقيقة حسن. شرف لي حبيبي. ويعني مع الأجواء الجميلة في جدة طلبتنا خلاص، احنا اليوم ما احنا راجعين بيوتنا. شرفتنا جدا وسعيدين جدا بوجودك. بس هل عندنا وقت نختم بأغنية؟ طيب بس خلينا اول نودع مشاهدينا قبل ما نختم الحلقه وقبل ما نسمع الاغنيه اكيد، واتمنى يكونوا مشاهدينا استمتعوا اليوم معنا في برنامج ساعه شباب. تابعونا بكره ان شاء الله في حلقه جديده، ولا تنسوا تتواصلوا معنا على ايميل البرنامج وهاشتاغ ساعه شباب على تويتر. مرحبين بكل ارائكم واستفساراتكم. كذا اقول لكم فمان الله معكم. انا لمياء غالب واكيد زميلي انا كنت معكم طلعت سندي. اقول لكم فمان الله، مع السلامه. نختم مع حسن عيدروس وأكيد العازف عبد الله بسعد. يا هلا. لا سبب تزعل. لا سبب. الله. أجواءك اليوم. لا سبب تزعل. لا سبب تزعل. وتجرح في الكلام. تقلب الدنيا على راس وتروح. لا معكين فا عتاب ولا ملام. وين أسافر عن عذابك؟ وين أروح أنت والدنيا؟